خوتي خوتي فيها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون من الحجم الكبير. هاد لابارتمون شحال فيها المساحه؟ فيها 104 متر. فيها 104 متر، ثلاثه ديال الشومب، جوج ديال الحمامات، كوزينه، وعاد لا تيراس اللي كاينه مع لابارتمون. وماشي تيراس صغيره، تيراس كبيره. تيراس كبيره ومتجه واطلاله رائعه، يعني غادي تحمقكم لابارتمون اكثر ما تحمقكم التيراس. لابارتمون ديال اليوم جات في الطابق الخامس، المقطع ديالها بالضبط فين جات؟ جات حدا مرجان ديال طريق الرباط طنجة. وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش مرجان ديال طريق الرباط طنجة، مرجان ديال طريق الرباط جا في شارع جيش الملكي. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش هذا المقطع بالضبط فين جا، جا قريب من المجمع الحسني، قريب من ملعب الكرة بنو بطوطة، قريب من برانا الثانية، وقريب من أهلاً وسونتر في مع لي تونيل جداد. قريب لهذا الشيء كامل لقات لكم هندا، وكيف ما قلنا لكم لابارتمون في 5 متر. يلا دابا نكتشفوها جميعا. مع الدخله كيف ما كتشوفوا كاين الصالون ديال لابارتمون. تقدر نقول هنا كاين الصالون والسيجور، داكشي اللي كاين، غير هو مفتوح على بعضه، مفتوح على بعضياته. كيفرقوا الكلوه وكيفرقوا الشومبر الاوليه بارونطال حيت فيها الحمام ديالها. ولابارتمون مع الدخله كتبان مشمسه ومضويه، مشمسه ومضويه تبارك الله، حيت دايره فيها لا تيراس. هي ناس كامله واجهه وحده اللي كتطل على لا تيراس اللي كتدخلها شميسه، مع جات 5 متر راها جات عاليه وحتى شي حاجه مبنيه قدامها. عاد لابارتمون كتطل على شارع الكبير، يعني ماشي زنقه ولا حومه اللي غادي نقول مغطيين عليها الديور. عندك الصح. ولابارتمون كيف ما شفتوا يعني راه الاصلاحات اللي فيها، فيها هذا القبص كيف ما وراتكم فاتي، فيها صالون الاول وسيجو، وعاد فيها ثلاثه ديال لي شومب وجوج ديال الحمامات، كوزينه ولا تيراس اللي دايره لابارتمون. بالنسبه للناس اللي يبغيو ياخذوا الافكار مثلا على الفراش اللي يقدر يجيهم هنايا، مثلا تقدروا انكم تعملوا تفريشه تقليديه طويله، اولا تقسموا الصالون على جوج، تعملوا تفريشه تقليديه وتفريشه عصريه في السيجور. عصريه عندك الصح. وعاد هنايا كاين شومبر كبيره كما قلنا لكم، فيها الحمام والطواليت خاص بها. هذه غالبا كتكون لا شومبر ديال لي بارون، غالبا كتكون الشومبر الرئيسيه ديال الوالدين حيت كبيره اصلا، حيت فيها الحمام، الحمام ديالها. حتى اذا بغى الواحد يعملها العواول، راه كيعرف حنايا كندوز العواول اللي خصنا ديريكتوم ندخلهم فراشهم، وحتى هذا يكون العواول. وحتى فاطمه زهراء بغى مثلا شي واحد يقسم التراس على جوج ويعمل الباب من هنايا، باش حتى هاد الشومبر هادي تكون عندها حمام وتراسه في نفس الوقت. عندك الصح. هو التراس عندها اقسام البيت واحد ياك، اما هو نورمالمون تقدر مثلا تكون عندها الاقسام ديال البيوت، حيت كاملين بهم كيخرجوا لا تراس. وعادي يقدروا يسقفوا لا تراس، يسقفوها بالخشب ويضربوها بالزاج، يرجعوها بحال الفيراندا ها ويستافدوا منها من الجلسه فيها، فهمتي؟ مع هاد الاطلاله هادي اللي فيها ما يمكنش يضيع. داكشي اللي كاين كي غير يستغلوا كيعرفوا هكا متنفس، يعني العيد الكبير والدراري يقصوا عشيه ميريندا كل وقت. طبعا وكاين اللي غادي يفكر انه يزيد في لاشون. عندك الصح. تقدر تزاد تمشي في لاشون وتكبر لاشون، تولي النص ديال لاشون مغطيه بالسقف بالخشب، وهادي حاول كتطول عليها تكون لاشون بالفوتوي ديالها وكل شيء. واخا هي لاشون اصلا كبيره ما محتاجاش نزيدوها مساحه. يعني على حسب بصح، على حسب الذوق ديال كل واحد. وكيف ما كنقولوا دائما، ماشي ضروري تفرجوا فينا غير باش تشريو او لا خصكم تيكونوا عندكم الفلوس، لا بالعكس تقدروا تاخذوا افكار على الديور كيفاش عاملين من الداخل، على الديزاينات اللي كاينين في الديور، على التفريشات. تما غير تواصلوا معنا، واي حاجه قلتوها منا نحاول نبدوها لكم ان شاء الله. ودابا يلا نكملو هاد لابارتمون، باقي لنا جوج بيوت ديال النعاس اخرين، حمام تالي وكوزينه ولا تيراس كبيره اللي ما عليها القصه. لا تيراس اللي مطلوبه عند بزاف ديال الناس، من الاغلبيه كيبغيو التيراسه، كيبغيو البلكونات، واحد هو تيراس اللي ضروري.
لابارتومون صراحه الله. والطيران صح يقدروا مثلا يعملوها كامله هذاك الغازو ارتيفيسيال اللي كيكون في الارض، يعني هذا الانطباع بانها جطه وهي غير تيراس. وعاد هنايا كاين الكوزينه لابارتومون اللي كيما كتشوفوا فيها بلاكار كما تحسوا من فوق طورنيه. طبعا ما نساوش بان حتى الكوزينه فيها البالكون ديالها. البالكون هذه الواجهه الثانيه يعني هذيك الواجهه كتطلع على الشارع الرئيسي وجهه كتطلع على الباتيو، يعني غير الكوزينه والحمام اللي كيطلعوا على الباتيو. وي لي شومب كامله الصالون كيطلع على لا تيراس اللي بينها كتطلع على الشارع. هذاك الشيء كيف ما كتشوف الدار مشمسه ومضويه بلا قياس تبارك الله مشمسه. ونذكروا الناس اهين دار ماشي كيف نسيو الموقع ديال هذا لابارتمون. المساحه ديال هذا لابارتمون فيها 104 متر وجات في 5 ايطاج، جات في 5 ايطاج. العماره فيها السانديك، العساس، كاميرا سيرفيونس، وطبعا ما نساوش لاسانسور. لابارتمون جات في الظهر ديال مرجان طريق الرباط. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش طريق الرباط فين جات، مرجان ديال طريق الرباط جا قريب من المجمع الحسني، قريب من الملعب ديال الكره، قريب ليكم مرجان السوبر مارشي، مرجان قريب ليكم بزاف، قريب ليكم هادشي كامل. كل مجمع بيتو راه فيه بقاقل، فيه مصبانه، فيه فارماسي، يعني جميع المرافق العموميه راه كاينين في هذا المجمع هذا. ودابا ندخلو نشوفو الباقي ديال لابارتمون. هنايا كنلقاو الشومبر الثانية ديال لابارتمون اللي حتى هي بالضوء ديالها كتطلع على لاتيراس، والسعية ديالها هي هادي. هادي تقدر تجي مثلا بيت ديال العواول أو يعملوه بيت تكلاس. أي لا الواحد مكانش عنده العواول بزاف يقدر يستغنى على هاد لاشوم غادي مثلا ويفتحها مع الصالون، أو لا مثلا يرجع بيت الكلاس، أو يقدر يفتحها مع التراسة. يعني الأفكار هما كاينة، غير الواحد يشري معرفش يطبق يعيطنا حنايا. هنايا كتكلفو بالتجديد ديال الديون، كتكلفو بالرينوفاسيون، كتكلفو بالأراضي نبنيوهم. يعني إذا عندكم شي أرض بغيتو تبنيوها مرحبا، حنايا نكلفو ليكم بها. هنايا كاينة لاشوم الثالثة. الشومبر الثالثه اللي عندها لاكسي للتراسه، ولاكسي ديال التراسه كاينه الباب الوحيد اللي كاينه هي في هذه لاشومبر هذه. هذه يعني كما قلت يقدروا الناس يفتحوا في لاشومبر الثانيه ولا الاوليه اللي شفنا، يقدروا يفتحوا باب اذا كانوا باغيين يكون عندهم اكسي اخر للتراسه. الشومبر هذا حتى الا بغاو يعملوه الناس يكون هذا هو الشومبر الرئيسي ديال الفاقوم، اخر غيكون الوليدات. غيكون الوليدات حيت هذا راه قريب ليه الحمام. تا تقريبا فحال يفن داخل لاشومبر. المساحه ديال لاتيراس هي كتوري هذه كومباتي تبارك الله، راه تيراس كبيره مشمسه وحتى شي حاجه ما قدامكم تقدر ان الواحد يستغلها، يا اما يسقها يا اما يزيد المساحه مع شي شومبر، او لا يخليها كامله هكا يعني يطلع غير الحديد على حساب الوليدات ويخليها العواول هكا يجلسوا فيها في العشيه الميريندا والعيد الكبير. راه كتحتاج لا تيراس كيف ما كتشوفوا التراسه كبيره، راه دايره بالدار كامله، يعني من الشومبر الاولى حتى الشومبر الاخرى. وارى ما عندكم ما تعملوا في الاصلاحات لا بغيتوا الزواق، ماشي اصلاحات حيت لابارتمون راه ما فيهاش الاصلاح، راه كمصلوحه غير تهز باليسك وتجي. ياكفي اللي كاين هذا كيما قلتي بقى يزواق يقسموها يزيدوا فيها ينقصوا فيها، يعني كتبقى واحد دار ملي كيملك دارو يمكن له يصلح فيها حتى ما يصلح. داكشي اللي كاين. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في الظهر ديال مرجان طريق الرباط طنجة. فين جات هاد لابارتمون بالضبط هيندا؟ بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش مرجان طريق الرباط فين جا، جا في شارع الجيش الملكي، قريب من أهلان، قريب من برانس الثانية، قريب من المجمع الحسني، قريب من ملعب الكرة ابن بطوطة، وقريب حتى من مسنانة، وقريب حتى من السونتر في مع لي تونيل جداد، وطبعا ما نساوش قريب حتى للسيتي كلوب. وما نساوش البحورة اللي حداه كاين بحر ديال سيدي قاسم وبحر أشقار اللي قرب لهم من هاد الجهة عاود. لابارتمون
نورمالمون فيها 104 متر، جات في 5 ايطاج العماره، فيها لاسانسور، فيها لي كاميرا سيرفيونس، مجمع كامل فيه لي كاميرا سيرفيونس. الثمن ديال هاد لابارتمون شحال هي؟ 75 مليون سنتيم. ابارتمون 104 متر ب 75 مليون فقط. الثمن ديالها في الدرهم 750 الف درهم مغربي، بالنسبه للناس اللي غادي تبغي تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هاد لابارتمون هادي شنو عليهم؟ ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في على الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتوها. بغيتوا تسقسيو على هاد لابارتمون ولا على اي ابارتمون شفتوا في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تعيطوا لنا وتعطيو لنا الريفيرونس اللي كاين. ما عليكم غير تعطيو لنا الريفيرونس اللي كاين في على الشاشه، وحنا غادي نعطيكم المعلومات الكامله. المعلومات الكامله عليه ان شاء الله، حنا لنا جميع المعلومات. ما عليك غير تدعي مع الناس. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تعملوا الدور ديالكم، يفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم بروك.